كسرتي العدة وقلتي يلا، وكمان شمرتي الكمي. لقيت حماتي بتقولي جبت الحاجات دي مني. اختار إجابة واحدة للفزورة التالتة. نوع المنتج إيه؟ 1. هل هو إعلان بوتاجاز؟ 2. هل هو إعلان حفاضات أطفال؟ 3. هل هو إعلان أواني مطبخ؟ اختار إجابة واحدة وابعت إجابة التلات فوازير على الأرقام التالية علشان تكسب 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا.